السلام عليكم الإخوان. إن شاء الله اليوم غنحاول نشوفو نديرو نكملو التتمة ديال الشرح ديال لي فارياتور كوركونتيني. اليوم إن شاء الله بإذن الله غنحاولو نشوفو كيفاش نغيرو اتجاه ديال الدوران ديال المحرك ديالنا. دونك حنايا عندنا واحد هنا واحد تي شيما اللي غتساعدنا باش نشرحوا هذه الطريقه ديال كيفاش يمكن لينا نغيروا اتجاه ديال الدوران ديال المحرك. اوكي هنايا عندنا واحد الشيما، ها هي ديجا عندي هنايا، قال لك كومون انفيرسي لو سونس دو روتاسيون دو موتور ا كورو كونتيني. لو برينسيپ دو انفيرسيون دو سونس. دونك هنا يدير لنا واحد الابتشيمة اللي تيبين لنا ان كيفاش يمكن لينا سميتو. اوكي نحاول نكبر هنا باش نشوف واحد قالك لو سونس دو روتاس دو لو سونس دو كورون سيركون دون لو لاندوي بور ان موتور كورو كونتيني ايمون بيرمانون. اوكي دابا كاين قالك هنا تنغيرو في لو سونس ديال اتجاه ديال التيار من البليس للموان. هنا تيبين لينا ان البليس غادي في السونس دروات ديال لاندوي وتيخرج تيمشي للموان. فهذا بالنسبه للاتجاه الاول. بالنسبه للاتجاه الثاني ها هو تيبين لنا هنا اتجاهات ان البليس تيجي من لتحت وتيدخل في لاندوي عاد تيخرج يمشي للموان. يعني برينسيپ ساهل ماشي شي حاجه لي كومبليكي. دونك حنا هاد البرينسيپ خصنا نطبقوه بان مونتاج باش نابليكيو هاد السيستم ديالنا. دونك كوموند دو لانفيرسيون دو سونس قالك سيدي هنايا بالنسبه هنا كاينه واحد الشيما اللي تبين لينا هاد الطريقه كيفاش غيمكن لينا نتحكمو في لو سونس ديالنا. قالك بالنسبه للسونس روتاسيون 1 خاص السويتش 1 وسويتش 4 سون فيرمي، يعني يكونوا مسدودين. دونك عندنا هذا هو السويتش 1 وهذا السويتش 4 يعني خصهم يكونوا مسدودين. ها هو غتبين لينا هنايا في الشيما اللي دايرين لينا ان البليس ديالنا غادي من هاد الاتجاه تيدخل من نقولوا من مثلا من اليسار ديال لاندوي وتيخرج يمشي لليمين عاد تيمشي للموان. دونك هنايا يعني السويتش 1 و السويتش 4 يكونوا مسدودين. روتاسيون دو سونس 2 يعني قال لك السويتش 2 و السويتش 3 خصهم يكونوا في الحاله الثانيه، يعني خصو يكونو مسدودين. غنتبعو الشيما ديالنا، يعني غيكون عندنا هنايا السويتش 2 سويتش هاد السويتش 2 ديالنا والسويتش 3 خصهم يكونو مسدودين. دونك البليس غتمشي لينا من هنايا غدوز، يعني غتولي داخلة من اليمين ديال لاندوي وخارجة من اليسار عاد غتمشي لينا تمشي لينا للموان. دونك هنايا دير لنا واحد يمكن لك انك هاد 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 المونتاج ديرو باي طريقه اللي بغيتي نتايا، مثلا بحال بالنسبه للترانزستور ولا دير مثلا شي شيما دي كونتاك مثلا ديرو لي مثلا، يعني الطريقه اللي بغيتي نتايا على حسب من لي ترانزستور غتكون شي حاجه اللي لي طونسيون صغيره، وبالنسبه للي رولي ولا كونتاكتور يعني بالنسبه لشي حاجه اللي تكون طونسيون كبيره بالنسبه لي موتور كبار. دونك هنايا حنا دابا شفنا الشيما تيوريك غنحاولو نديرو طرافو براتيك ديالها باش يبان لينا ان فعلا الموتور تيتغير الاتجاه ديالو. اوكي تبعوا معنا ان شاء الله باش نديرو البراتيك ديالها. اوكي نمشيو ان شاء الله باذن الله باش نديرو البراتيك ديالنا كما شرحنا في تيوريك. دونك غنديمار الموتور ديالنا في السونس افون وعاد من بعد نغيرو البوزيسيون ديال بولاريتي ديال لاندوي باش يشونجي لنا لو سونس ديال الموتور ديالنا. اوكي نجربو ان شاء الله نطلعو الضو ديالنا. اوكي نمشيو للكوميتاتور ديال ستار، نمشيو للبوتونسيومتر باش نزيدو لا فيتيس كيما العاده، نقصو ولا نزيدو كيما بغينا. اوكي دابا السونس ديالنا في هاد الاتجاه، الدوران ديال السونس في هاد الاتجاه، نقصو باش يبان لينا الاتجاه اللي تيدور فيه الموتور. لاحظتوا هذا هو الاتجاه اللي تيدور فيه الموتور. اوكي دونك حنايا نمشيو نقفو سميتو غنغيرو البولاريتي ديال لاندوي اللي عندنا كما ديجا شرحنا في الفيديو اللي فات بين السي و دي. نطيحو الضو ديما، ما ترافايش جامي سو طونسيون، ما يمكنش انسان يدير شي كابلاج ولا شي حاجه بالضو. هذه نص بها الاخوان ديالنا انه ما يخدمش بالضو نهائيا.
OK. غنمشيو نشانجيو في البولاريتي ديال لاندري. حيدنا سميتو نقلبو السونس ديال لاندوي كما ديجا شفنا. نمشيو في اتجاه اخر. وهذا نردوه في السي كما حيدنا من السي ديناه للدي. هذا اللي كان في السي غنديوه للدي. دابا حنا حاولنا شونجينا هنا البولاريتي ديال الاندوي وغنجربو نعاودو نطلعو الضو ديالنا نديرو ستار. اوكي نزيدو لا فيتاس كيما موالفين حتى هو تقلب لنا السونس ديالنا. المرة الأولى تيدور لنا في السونس بحال هكا دابا ولا تيدور في هاد السونس. اوكي نقدر نزيدو لافيس ديالنا كيما بغينا ونقصو كيما هذا كيما سميتو. دونك هادي هي الطريقة يعني تنتحكمو ديما تنتحكمو في اللاندوي ديالنا كيما شفنا في الشيما اللي فاتت. اوكي هذا هو اللي هذا هو كل شيء بالنسبة للاندوي كيفاش نشانجيو الروتاسيون ديالنا. يعني حنايا في هاد الحالة يمكن لي نديرو ابتي مونتاج اللي غيساعدنا باننا في العوض ما غنديروه مانيير غنديروه افيك ابتي مونتاج انفيرسور اللي غيشونجي لنا بولاريتي ديال السونس ديال الكور. اوكي نتمنى من الله انني توفقت بالشرح ديال هاد الانفيرس دو سونس. من بعد ان شاء الله غنقدروا نديروا شي ماتر اخرين بالنسبه للموتور شانت ولا موتور سيري ونشوفوا سلسله ان شاء الله اللي غنشوف فيها الكورو كونتيني حيت الدراري ديجا محتاجين هاد المعلومات على الكورو كونتيني. نخليكم في رحمه الله. السلام عليكم.